يا جماعة، أنا شيماء والنهاردة هنتكلم على الثقة بالنفس. إيه أهمية الثقة بالنفس وليه لازم يكون عندك ثقة وإيه فوائدها بالنسبة لك؟ الحاجة الثقة بالنفس أحد المقومات المهمة لأي إنسان موجود على الأرض. ليه؟ أولا هي بتساعدك على تحقيق أحلامك، تاني حاجة سواء البيزنس سواء تحققي أحلامك، تلاقي فارس الأحلام، تكسبي فلوس، تبقي مرتاحة مع نفسك، حاسة بالسلام الداخلي. برضه انا بخص البنات، لان للاسف الفتره اللي فاتت لما بدات اعمل 1 تو 1 كولز مع البنات اكتشفت ان هم معظمهم ما عندهمش ثقه بالنفس، حتى عندهم اهداف عندهم احلام، وعشان كده بيتكلموني وتواصلوا معايا عشان اساعدهم عشان يحققوا احلامهم، سواء ان هم يلاقوا الانسان المناسب ليهم، او سواء ان هم يحققوا نفسهم في مجال البيزنس، او يلاقوا المجال اللي بيحبوه، عايزين يتقدموا لشغل معين وحاسين بالاحراج والكسوف ومش واثقين من نفسهم، مش حابين جسمهم وعايزين يخسوا بس مش عارفين ياخدوا الخطوه، وحاجات من دي كتير. الثقه بالنفس احد صفات الناس الناجحه. اي حد ناجح تشوفوه كده، يعني اعملوا سيرش على جوجل على اي حد ناجح هتلاقي الثقة بالنفس عنده 100,000%. وانت كمان النهاردة لازم بعد الفيديو ده تكون ثقتك بنفسك 100,000%. ازاي تعملي ده؟ اول حاجة، حاجة بسيطة جدا جدا جدا، توجهي لنفسك كلام ايجابي. دايما تقولي انا ناجحة، انا هقدر، انا اعرف، انا مثقفة، انا بذاكر، انا دماغي كبير، انا ذكية، انا جميلة. حتى لو انت مش كده بس لازم تقولي لنفسك كلام ايجابي بشكل مستمر، لان كل ما عقلك بيسمع الكلام الايجابي بتعتبر بيحط صورة الكلام دي ده على جسمك، فجسمك بيطبقه. فالثقة بالنفس مش بس تقولي انا واثقة في نفسي وخلاص، لا، الثقة بالنفس افعال، كلام، روتين انت بتمارسيه عشان تثبتي لنفسك ان انت فعلا انسانه واثقه من نفسك، والوثوق من النفس ده هيوصلك لتحقيق احلامك. الثقه بالنفس بتبتدي بابتسامه حلوه. لازم يكون كل يوم الصبح تصحي كده تبتسمي لنفسك، تبصي لنفسك في المرايه، كلمي نفسك تقولي انا مين. لازم تتعرفي على نفسك. فانت لو عايزه تكوني انسانه ناجحه بحق وحقيقي لازم تشتغلي. لو انت حاسه ان انت فعلا عندك ثقتك بنفسك مش قوية او مهتزة في حتة الثقة بالنفس لازم تشتغلي عليها. اول حاجة بتجيبي ورقة وقلم وتكتبي ايه الاسباب اللي انت حاسة فيها بيها ان انت مش واثقة في نفسك. ايه السبب؟ ايه البوينت، النقاط اللي موجودة في شخصيتك اللي حساها ضعف شخصية؟ فهنبتدي نشتغل عليها ونصححها واحدة واحدة. الثقة بالنفس لازم تكون قعدتك لازم تكون سليمة، مش قاعدة ضمة يعني كتافك لقدام، لازم تبقي عاملة كتافك لورا، قاعدة مستقيمة، سحبة بطنك لجوه، ودي دايما تكون القعدة بتاعتك الموجودة بشكل دايما على مدار اليوم. طبعا صعبة لان احنا اعتدنا دايما وقت المذاكرة وقت الكلية بنقعد قاعدين كده وبطننا طالعة لبرا وظهرنا مقوص، لا، لازم تظبطي قعدتك الاول. لازم تعرفي انت بتقعدي ازاي كبنت، حتى لو هتقعدي على رجل على رجل، او هتقعدي مستقيمه، او هتقعدي واقفه، او حتى هتقفي، لازم تعتمدي او تلبسي رداء الواثقين بنفسهم. الوقفه، القعده، طريقه كلامك، البادي لانجوج بتاعتك لازم تكون مهمه. لازم تكوني بتعمليها بطريقه ان انت واثقه من نفسك. بصتك، كل كلمه بتطلعيها من بقك لازم تكوني حاسه بالثقه بالنفس، ودي مش بتيجي من فراغ. لازم تتثقفي، لازم تقري، لازم تجيبي كتب وتقري كتير جدا جدا، لازم تعبي مخك بحاجات غنية بماتيريالز قوية. اقري في علم النفس، اقري في التنمية البشرية، اقري في البيزنس، اقري في الماركتينج، اقري كتير جدا، لان دايما هتلاقي البنت الواثقة من نفسها بتحب تقول افكارها. فانت لازم يكون عندك افكار، والافكار دي بتكون افكار قيمة بتضيف للي قدامك حاجة حلوة. يعني تلاقي حد بتكلميه تحكي له قصة مثلا انت قريتيها في كتاب، يقول واو البنت دي مثقفة. وطبعا لازم البادي لانجوج بتاعتك تشتغلي عليها، زي ما قلنا تعرفي ايه النقاط ضعف الشخصية عندك وتشتغلي عليها، whatever هي ايه تقدري تشتغلي عليها وتعالجيها. لازم تعملي لها سبورت، تسنديها بقعدتك، بوقفتك، بطريقة كلامك، باستخدام بالقراية كتير والتثقيف نفسك، ان انت دايما يكون عندك افكار ذكية وحاجات مش اي حد يعرفها، مش كل ما يكونش عندك الكومن الافكار الشائعة بين الناس، لازم يكون عندك كده الحاجة الخاصة بيك، ولازم تكتشفي انت بتحبي ايه وعايزة ايه، ولما تتكلمي عنه تتكلمي عنه على بيز علمي او خيالي حتى، او
سبيريتشوالي حتى، يعني لازم تتكلمي عن افكارك بشكل مختلف لان دي حاجه بتمثلك، دي انت، فانت لازم تكوني مختلفه عن الناس واللي قدامك يحس بالاختلاف، يقول اه البنت دي متميزه. فدايما تخلي على وشك ابتسامه وتبطلي الكلام الكتير. يعني انا بلاقي دايما البنات طول ما انا ماشيه، لاما قاعدين على الكافيهات لاما قاعدين ماشيين في الشارع، صوتهم عالي وبيتكلموا في اي كلام وحاجات ملهاش اي لازمه في الحياه. لازم يكون حديثك ذات قيمه، لازم زي ما قلنا تتثقفي، لازم تتكلمي لما فعلا كلامك ليه فايده، مش اي وقت تتكلمي، مش اي وقت. حلو ان يكون في هلس وفي وقت ان احنا عادي بنبقى بشكلنا الطبيعي، بس لازم تمارسي شخصيتك الصح، لازم تمارسي الحاجات التدريبات اللي احنا بنتكلم عنها دي دلوقتي على مدار يومي عشان تتطبع على شخصيتك. ثقتك بالنفس مش بس حاجه انت كتمارين بتتمرنيها عشان تحطيها على نفسك في اوقات معينه، لا ده هي بتفضل معاكي طول اليوم، حتى وانت نايمه تصحي من النوم تعيشي نفس الشخصيه. لازم تشتغلي على لغه الجسد كويس جدا. انا قريت كتاب قبل كده ان انت لو الشخص اللي قدامك كذاب هتعرفي من لغه جسده، لو الشخص اللي قدامك متذبذب ومش واثق من نفسه هتعرفي من لغه جسده. انا دلوقتي قاعده بكلمكم في مكان الناس حواليا بتبص لي، مش حاسه بارتباك، بس مش حاسه ان انا عارفه اركز 100% معاكم، بس هعمل الفيديو لان انا في السكيدول بتاعي ان انا مفروض اعمل ريكورد للفيديو النهارده، فانا هعمله مهما كان الظروف. يعتبر تدريب ليا ان انا اندمج مع الظروف المحيطه سواء مناسبه او مش مناسبه، حتى لو مش مناسبه اعملها مناسبه بشكل ما تساعدني ان انا احقق التاسك اللي مفروض اعمله. لازم تفتكري دايما ان انت في الاول وفي الاخر انثى، ولازم تشتغلي على مهاراتك الانثويه، لان دايما في ظل الظروف الحاليه والمجتمع والمودرن لايف ستايل خلى البنت تنسى ان هي انثى. اي نعم حلو اللايف ستايل اللي انت تبقي كاجوال وان انت تخرجي واوقات صحابك الولاد يشوفوا فيك الراجل السيد الرجالي، عادي وده حلو جدا، بس لازم دايما يكون جواكي او تظهري الحته الانثويه. لازم يكون على سبيل المثال عندك الهاي هيلز الكعب العالي، لازم الفتره الثانيه كده لازم تلبسيه عشان ده بيحسسك بانوثتك، ولما بتحسي بيها فعلا بتبان على لغه الجسد بتاعتك. ان انت تكوني انثى وتمارسي انوثتك دي في حد ذاتها ثقه بالنفس ونقطه جاذبه لكل اللي حواليكي، لان حاليا صعب ان انتوا تلاقوا انثى اصلا بتمارس انوثتها في ظل الظروف والحياه السريعه والشغل والمسؤوليه الموجوده على كل بنت. فانا جايه النهارده افكرك ان لازم ما تنسيش انوثتك، لازم تهتمي بيها وتعتني بيها، لازم يكون عندك روتين للاهتمام بانوثتك، سواء ان انت تلبسي لبس انثوي، ما تنسيش الحته اللانجري، حتى لو انت مش متجوزه لازم يكون عندك قطعه وتلبسيها حتى لو هي حرير بسيطه جدا عشان مثلا اهلك ما يستغربوكيش. جيبي حته لبس النوم بتاعك يكون معمول من الحرير تنامي فيه، ده بيعزز نومك، ولما بتحسي بانوثتك طول الوقت بشكل طبيعي هتلاقيك ان انت بتشتغلي بالسايد ده من غير ما بتحسي. يعني في الاول هتحسي ان انت بتشتغلي، ان انت بتعملي مجهود عشان تبيني الجزء ده فيكي، واللي هو حاجه حلوه قوي ولازم تشتغلي عليها، بعد كده هيبقى جزء من شخصيتك بتمارسيه بشكل طبيعي على مدار اليوم. يعني ما تستغربيش نفسك لما تكوني لابسه الحته الحرير وراح تنامي، ده حاجه طبيعيه جدا. زمان لما تشوفوا في الافلام القديمه في فتن حمامه ولا سعاد حسني كانوا عادي، كانوا لسه صغيرين في الافلام بتاعتهم ويلبسوا قبل ما بيناموا بيروحوا يتزوقوا للنوم. فانت قبل ما تنامي تزوقي للنوم، لما تصحي الصبح بدري عشان تبداي لازم تكتبي الافكار بتاعتك، كل حاجه تاسكاتك، كل حاجه حاسه بيها تكتبيها على ورقه وقلم، لازم تكوني كاتبه المهام بتاعتك، لان اي شخصيه ناجحه لازم يكون عنده روتين، لازم يكون عنده تو دو ليست بتاعت كل يوم يكتبها عشان يعرف ان هو اخر اليوم لما يجي يراجع يومه يلاقي ان هو حقق كل التاسكات بتاعته. في الاول هتحسي بصعوبه في تطبيق الموضوع ده، يعني مثلا قعده الظهر دي انا بالنسبه لي كانت مستحيله. انا دلوقتي لما بدات درست اليوجا وبقيت يوجا تيتشر، في الاول في ايام الكورس بتاعي كان بالنسبه لي صعب ان انا اقعد بشكل مستقيم كده خالص، فكنت اقول للمدرس بتاعي انا مش عارفه ظهري وجعني، يقول لي طب ماشي ابتدي ان انت مثلا اسندي ظهرك بالحيطه، ابداي بخمس دقائق بعد كده 10 دقائق. الموضوع كان بالنسبه لي صعب جدا،
انا دايما بشوف فرده الظهر دي والقعده المستقيمه مع صاحبه البطن اللي جوه دي قمه الثقه بالنفس، والقعده دي صحيه جدا طبعا ليكي ولظهرك، كمان بتخليكي اليرت ومركزه كده والناس شايفاكي اوه واو شايفين البنت دي، يعني بتبين ثقه فيكي جدا. فلما بدات اعمل كورسات اونلاين وبدات ادرب بعد ما خلصت الكورس بتاع يوجا تيتشر بدات انا ادرب، فلما كنت بدرب مثلا من اول نص ساعه لساعه لساعه ونص، فطبعا ببقى مركزه جدا في الكلاس مع الستودنت بتوعي، فببقى قاعده اليوجي، واكتشفت ان انا اساسا يعني بنسى ان ظهري كان بيوجعني، فبدات ان دي قعدتي الطبيعيه، ما عدتش يعني بقيت بعملها بشكل طبيعي. الاول كنت بعاني عشان اقعد كده، دلوقتي بقيت اعملها بشكل طبيعي. ثقتك بنفسك، لو انت حاسه ان انت ثقتك مش قويه مش هتيجي بسهوله، دي زيها زي اي تمارين، زي ما بتروحي الجيم وتعملي تمارين رفع اثقال عشان تطلعي عضلات، برضو تمارين الثقه بالنفس هتاخد منك مجهود في الاول وتعب في الاول عشان تبدأي تمارسيها، بعد كده هتلاقيها بقت جزء من شخصيتك بشكل طبيعي جدا، مش هتحسي بالعناء والتعب اللي انت كنت بتبذليه في الاول عشان تبينيه. وافتكري دايما ان الشخصية الواثقة من نفسها دايما بتكون جاذبة لكل حاجة حواليها، من رجالة، من اصحاب بنات، اصحاب شباب، من فلوس، من نجاح، من بزنس، من كل حاجه. دايما كده هتلاقي قابلتك في حياتك، كان عندك حد في الشغل او حد في المدرسه او حد في الكليه شخصيته قويه كده وتحسي واو شخصيتها قويه، او انا نفسي اكون زيها. ما تتمنيش، اعملي ده وخلي شخصيتك قويه. لو حاسه ان انت برضو لسه بتعاني في الموضوع شويه ومش عارفه توصلي، اتفرجي على ناس عندها ثقه بالنفس، اتفرجي على ناس بتعرف تقعد ازاي، اتفرجي اتعلمي خدي تمارين الانوثه، دي على فكره حاجه مهمه جدا وسبورتنج جدا للثقه بالنفس. لازم تعرفي تكوني بتمشي كانثى مش كولد، حتى لو انت لابسه بنطلون جينز وكوتشي لازم تمارسي انوثتك، لازم تعملي تمارين الانوثه حتى كانك داخله مسابقه ملك الجمال بلدك مثلا. لازم تحسي بجمالك الداخلي، لازم تستعرضي جمالك الانثوي لنفسك قدام نفسك قدام مرايتك، وده هينعكس على شخصيتك. وافتكري دايما ان اي حاجه بتفكريها بعقلك بتنطبع على جسمك، فدايما وجهي لنفسك كلام ايجابي، كلام محفز، قولي ان انا انسانه قويه الشخصيه وهحقق كل اللي انا عايزاه، وفعلا ده اللي هيحصل. فانت لو حلمك مثلا ترتبطي بفارس الاحلام زي ما اكتر بنات بيكلموني كولز الايام دي عشان ياخدوا مني استشارات ازاي ان هم يلاقوا فارس احلامهم، او لو في بنت معجبه بشاب مش عارفه تتواصل معاه، اعرفي ان انت تعرفي تجيبي الشخص ده حتى لو هو في الاول ما حسش بانجذاب ليكي بقوه شخصيتك. الراجل بيحب الشخصيه القويه بس بروح انثويه، ما تبقيش قويه كراجل، لازم تكوني انثى بأسلوب ناضج، لازم تكوني أنثى بأسلوب مثقف، لازم تكوني أنثى بأسلوب حتى طفولي، يعني لازم تبيني الصيد الطفولي بس بتبينيه بشكل إليجانت، بشكل فيه أناقة فيه لباقة، حتى في رفعة إيدك، حتى لو أنت لابسة يعني ساعة رخيصة جدا ممكن تبينيها أن هي ساعة رولكس ساعة غالية جدا، حتى لو أنت لابسة خاتم أكسسوري عادي جدا ممكن تبينيه أن هو فضة قيمة، كله بممارسات انت بتقعدي تعمليها تتدربي عليها. افتحي اليوتيوب اتعلمي تمارين الانوثة، اتعلمي ازاي تقعدي كانثى، اتعلمي ازاي تتكلمي، اقري كتير جدا عشان طبعا لما تيجي تتكلمي كلام يعجب اللي حواليكي، اولا بيفيدك انت، يعني اول حاجة ان انت تفيدي نفسك انت اولا، بعد كده اي حد يجي في المكان التاني. فانت لو هدفك ان انت ترتبطي براجل يكون ذات هيبه وذات قيمه، لازم انت كمان تشتغلي على نفسك وتكوني ذات هيبه وذات قيمه. لازم قبل ما تفكري ان انت تلاقي فارس الاحلام لازم تفكري انا ازاي ابقى حلم لاي راجل حواليا يشوفني، يعني خليكي دايما كده زي اللؤلؤه او زي الالماسه كل الناس نفسها فيها بس محدش عارف يوصل لها، فاشتغلي على نفسك كتير جدا جدا، ودي
يعني اشتغلي وانتي بتستمتعي بلحظات حياتك، استمتعي بالتمارين دي، ما تحسيش ان انتي متعسفه متضايقه ان انتي مش مبسوطه او ان انتي حاسه بجهد ان انتي بتعملي الحاجات دي. دايما مارسيها وانتي حاسه ان انا انسانه راح احقق كل حاجه بتمناها. النفس بتبدا الاول ببناء عقلك، ان انتي بتملي عقلك بمعلومات قيمه، بتقري كتير زي ما قلنا. طبعا تغذية والرياضة دي حاجات حلوة جدا، بس الرياضة يا جماعة من الحاجات، انا ممكن من الاشخاص اللي من وانا صغيرة وانا عندي ثقة بالنفس المليون، معرفش ازاي بس هي كده، مع اني كانت ظروف حياتي وانا طفلة كانت صعبة، انا كانت حياتي صعبة جدا جدا جدا، ما كانتش طفولة حلوة خالص، ودايما بحاول اتفادى الجانب ده لاني انا تروماتايزد من طفولتي، فبس كان دايما عندي ثقة بالنفس ان انا هقدر احقق نفسي، ان انا هقدر اعمل البيزنس الخاص بي، ان انا هقدر يكون معايا فلوس كتير، ان انا هقدر الاقي فارس احلامي، ان انا هقدر اسافر والف العالم واتفرج على كل حاجه انا نفسي اشوفها. ولما كنت بقول لاهلي الكلام ده يقول لي انت مجنونه، انت احلامك طالعه في السماء، عادي تطلع السماء بس انا هحققها. وان انت عشان تحققي احلامك اللي طالعه فوق في السماء دي لازم مجهود، ولازم تقبلي المجهود ده وتعمليه وتلتزمي بيه، وانت بتعمليه وملتزمه بيه لازم تكوني مبسوطه، ما تحسيش ان انت متعسفه او متضايقه او خانقك، لازم تعملي الروتين ده وانتي مبسوطة، هتلاقي كل الحياة بتبعتلك حاجات حلوة انتي نفسك فيها. فكري دايما ان طاقة الجذب دي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تشتغل عليها، وهتكلم عنها في فيديو تاني غير الفيديو ده، لان بطاقة الجذب انا جذبت حاجات كتير جدا، بطاقتي الايجابية جذبت حاجات حلوة كتير جدا، بالمايندسيت ريسيت ان انا عملت ريسيتنج لعقلي. عارفين كده لما بتجيبوا الموبايل وتعملوا فورماتنج عشان تنسوا كل حاجة وحشة او تدلتوا كل حاجة عشان تعملوا داتا جديدة على الفون، انا عملت لعقلي كده عشان انا اخدت افكار فعلا من البيئة اللي انا جاية منها كانت افكار سلبية جدا. انا يعني اهلي كانوا ناس يعني كانوا متوسطين الحال او اقل شوية، بس كانت دايما عندهم الافكار السلبية مسيطرة على حياتهم، دايما مكتئبين، دايما عندهم احساس التثبيط بالنفس، وكانوا دايما يثبطوني معاهم، ما كانوش يعني قصدين ان هم يكرهوني في نفسي، بس هي شخصيتهم كده. فطلعت انا يعني من وانا صغيرة رفض الاحساس ده، يمكن ما كنتش عارفة احقق نفسي، بس خلاص لما كبرت وبقيت قد ان انا اقدر اعيش لنفسي واستقليت بنفسي، وكنت عملت لك فيديو عن الاستقلال بالنفس في ظل مجتمع شرقي، استقليت بنفسي وانا كان عندي 28 سنة، احط لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس. ومن ساعتها انطلقت، بدأت حطيت لنفسي روتين، حطيت لنفسي خطة ومشي عليها، ولغاية دلوقتي بحققها، وحققت احلام كتيرة جدا، ولسه عندي احلام حطاها جديدة وهحققها بإذن الله. فانتي دايما ما تخليش الافكار السلبية، يعني اول عدو لنفسك مش الناس، انتي عقلك ساعات بيكون متأثر باللي حواليكي او ممتص طاقة سلبية كتير جدا من اللي حواليكي، فده بيأثر عليكي. من عند ربنا ان انا ظروف حياتي كانت مش مناسبة او ما كانتش سعيدة، بس كانت شخصيتي قوية، كان عندي ثقة بنفسي، كان عندي ايمان بنفسي كبير جدا، ما كنتش عارفة جايبة الايمان ده منين، وكان عندي عزيمة قوية وعندي التزام اقوى من العزيمة، لان اي عزيمة محتاجة ان انت يكون عندك التزام، الالتزام مهم جدا. كم مرة قلت ان انا هروح الجيم واخس والموضوع ما كملش؟ كم مرة؟ طيب الكم مرة دول انتي يعني كم واحد عايش التجربة دي؟ ملايين. انتي عايزة تبقي من الملايين دي؟ انتي عايزة تبقي عايشة على نفس المستوى؟ نفس دايما يقول اطلعي فوق الجبل، لان على قمة الجبل هتلاقي ناس قليلة جدا والناجحين بس، واكسجين بيور. فانتي دايما فكري انا مش عايزة ابقى شبه اللي حواليا، انا عايزة ابقى اعلى. ودي مش حاجة وحشة، دي حاجة حلوة. لازم تحبي نفسك، لازم تحترمي نفسك وتقدريها وتعليها، وانت عشان تعليها لازم مجهود كبير جدا. اي نجاح، اي حاجة نفسك فيها محتاجة نجاح، سوري محتاجة مجهود، والمجهود محتاج التزام. وقبل ده كله لازم يكون عندك خطة انت كتباها ومحدداها وحطلها زمن ليها. وما تنسيش طول ما انت ماشية على خطتك استمتعي بالرحلة بتاعتك. ثقتك بنفسك بس هي مش بس هتبين الناس ان انت شخصية قوية، لا، هتساعدك ان انت تحققي كل احلامك. انت نفسك في ايه؟ قولي دلوقتي انا نفسي في ايه؟ جيبي ورقة وقلم وكتبي معايا انا نفسي في واحد، نفسي في اتنين، نفسي في تلاتة، نفسي في اربعة. ثقتك بنفسك هي هتعزز
نفسك، لان ان انت تبقي قويه بنفسك دي، نفسك يعني ده جسمك. فانت متخيله انت لو مهزوزه ومش عارفه تحققي نفسك وقاعده كده وخايفه، وانا كان نفسي احقق الحاجه الفلانيه بس ما عرفت. لا اطلعي لي كده، اظهري لي. عندك كام سنه؟ عندك 45، عندك 40، عندك 35، عندك 30، حتى لو 24 سنه متاخره، تعالي لي فدي ظهري، اقعدي مستقيم، اعملي تمارين تنفس، العبي يوجا. واليوجا يا جماعه غيرت لي عالمي، هي مش غيرت لي بس قعدتي وثقتي بالنفس، لان انا كنت اوريدي عندي ثقه بالنفس، بس غيرت لي قعدتي. ولما قعدتي ظبطت حاجات كتير معاها ظبطت. فاقعدي كده اكتبي كل حاجه نفسك فيها، حطي خطه لكل حاجه، وكل يوم اعملي مجهود صغنن للهدف ده. عندك هدفين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما تأفوريش في الأهداف، لأن أنا كنت من الأشخاص اللي بأفور جدا في الأهداف، فكنت بحقق بس كنت بعمل استرس على جسمي كتير جدا، يعني كنت بنام عدد ساعات قليلة. سوري يا جماعة وأنا بكلمكم الكاميرا قفلت والبطارية خلصت بشكل مفاجئ، بس أنا عندي هدف، عندي تاسك المفروض اخلصه هعمله دلوقتي معاكم. فزي ما قلت لكم، انت مهما كان سنك تعالي لي كده، اقعدي قاعده مستقيمه، اكتبي اهدافك. لازم يكون عندك كشكول كده او كراسه او دفتر حلو كده زوقيه، اكتبي فيه كل حاجه نفسك تحققيها. ولازم ايه الحاجات اللي انت محتاجه تغيريها في شخصيتك؟ اهمها لازم تكون شخصيتك قويه بنفسك، ولازم تعملي تمارين تقويه شخصيتك، ولازم تعملي تمارين الانوثه لانها بتعزز قوه شخصيتك. لما تحسي ان انت، لان انت لو حسيتي ان انت انسانه قويه وجباره شويه بتقلبي على رجالي، فلازم تعززي قوه الشخصيه بتاعتك مع انوثتك. وليه دايما بقول لكم ثقتك بنفسك مهم جدا ان انت تربطيها بانوثتك؟ لان انوثتك ممكن تحل لك مشاكل كتير، تطلعك من خوازيق وقعتي فيها. انا على سبيل المثال، احد البنات اللي كانت حاجزه معايا في كول 1 تو 1 قالت ان هي كانت مره في مشكله، وفعلا كانت هتاخد علقه موت من الشخص whatever هو مين، بس استخدمت لغه جسدها، رفعت صدرها فوق كده وقعدت وحست ان هي خايفه، خلاص هو خلاص عدت من علقه الموت دي. فلازم تستعرفي تقعدي كويس، تستخدمي لغه جسدك، اربطيهم دايما ببعض. انوثتك سلاح قوي جدا، بيعزز شخصيتك كتير جدا، فلازم تعملي الاثنين مع بعض. عشان قلنا ما تتحوليش لاسلوب راجل، لازم تعززي شخصيتك او تقوي شخصيتك بانوثتك، لان قلنا الانوثه ايه، اكتبوها كده، سلاح قوي لازم تستخدموه، لازم تعيدوا استخدام السلاح ده. تمام، بس كانه سلاح كده قديم موجود في الخزنه، بقالنا زمان ما بنستخدموش. بنعمل ايه عشان نرجعه يبقى شايني، السلاح يبقى بيلمع كده وحلو؟ بنجيبه ونقعد ندعكه كده شويه زي مصباح علاء الدين عشان يرجع يلمع ويبقى شكله واو جميل. فانت انوثتنا، انا عارفه ومتفهمه ان هي ضاعت، يعني هي مش ضاعت لان احنا بنتولد بيها بالفطره، بس هي عليها غبارة كتير، احنا محتاجين نقومها، المفروض نصحيها، محتاجين نصحيها. هتاخد مننا مجهود، لان دايما العقل بيبقى بالذاكره فاهم كل حاجه، فاكر كل حاجه، بس الملف بعيد شويه. فاحنا عايزين نجيب ايه، ملف الانوثه اللي محدود فوق خالص ده، نرجعه تاني في العقل قدام عشان يشتغل مع تعزيز الثقه، واللي يبقوا الاثنين مع بعض هم ينجحوك. انوثتك دايما لازم تعززيها بشكل مستمر، سواء باللبس، سواء بالاحساس، سواء بالبادي لانجوج بتاعتك، سواء بقعدتك، سواء بافكارك. زي ما قلنا بنغير في الستايل بتاعنا، حتى لو انت فقيره ومش قادره ان انت تحضري كورسات او تروحي اماكن او تاخدي تمارين، افتحي اليوتيوب وتفرجي. تمام، انت ممكن بحاجه بسيطه بقعده كده اهو بسيطه تبيني كل حاجه انت لابساها قيمه وغاليه، وهي اساسا حاجات جايباها من على الرصيد، مش مشكله. تمام، لو انت شخصيتك قويه او حاسه ان شخصيتك قويه بتبيني للناس دي ان انت شخصيتك قويه، هيحس ان انت لابسه كل حاجه ماركه. هي مش الماركه اللي طبعا هي اللي هتعمل شخصيتك، بس دايما احساسك بنفسك هو اللي هيبني شخصيتك. دايما ان لو انت في بالك ترتبطي بحد كويس، لازم تشتغلي على نفسك كويس بنفس المقدار. لو انت عايزه حد نص نص، اشتغلي على نفسك نص نص، لان انت هتاخدي الحاجه اللي تستهليها، الحاجه اللي بتكوني كانه ميزان كده يا جماعه، تطلعي هيطلع، تنزلي هينزل.
تمام، مش الميزان اللي هو حاجة تطلع وحاجة تنزل، تمام. فلازم تشتغلي على نفسك كتير جدا، تحبي نفسك. كلنا عندنا عيوب ولازم تتقبلي العيوب دي، بس مش معنى ان انت تتقبليها ان انت تسيبيها، لا، انت ممكن تغيريها مع نفسك. مع الوقت هتتغير واحده واحده، ما تستعجليش. غيري من ستايلك، حسسي كده نفسك ان انت انثى. مره شعرك مفروض، مره شعرك، يعني مثلا انا مسافره فمعيش اوزان كتير جدا، معايا اوزان بسيطه، ما جبتش اي حاجه لشعري عشان اعمل شعري كيرلي، بعمله ضفير قبل ما انام. لازم يعني انا مثلا زوجي دايما بتغير، شخصيتي بتتغير قدامه، بس طبعا للاحلى. ستايلي بيتغير دايما للتنويع مش للاحسن، ممكن يشوفني حلوه، ممكن يشوفني اوقات مفعكشه وساعات مرتبه، بس في الاساس هو عارف انا مين، ان انا شخصيه منظمه ومرتبه، بقرا كتير، بحب اتثقف، بغير من ستايلي. ساعات ببقى في المود ببقى لذيذه وفرفوشه، وساعات مش ببقى في المود ببقى ساكته ومحترمه نفسي، مش بعمل قلق. بغير من ستايلي، بحب اطبخ في البيت، ساعات بنزهق نطلع ناكل بره، يعني احنا النهارده طالعين ناكل بره في مطعم على الجبل، تمام. هو قاعد قدامي بيشتغل وانا دلوقتي قاعده الناحيه التانيه بشتغل. فالحياه بالانس، لازم تستمتعي بحياتك، بس عشان تستمتعي بحياتك لازم تنجحي، لازم توصلي، لازم زي ما قلنا نطلع لفوق قمه الجبل، عشان ما نبقاش مع الزحمه، مع خنقه الاكسجين، مع الاكسجين بيتوفر ومش بيتوفر، زي الكهرباء كده بتقطع وترجع تقطع، لا احنا عايزين نطلع فوق، عايزين نقب. فدايما متابعيني الحلوين، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم وفاتكم واستفدت منه. لو حابين تسالوني اسئله اكتر اكتبوا لي في الكومنتات تحت، ولو حابين تحجزوا معايا كول 1-to-1 تكلمي معايا تقولي لي افكارك، تقولي لي ايه الحاجات اللي واقفه معاكي مش عارفه تعديها، عايزه تحققي حاجه بس محتاجه سبورت نفسي، ابعتوا لي على، احط لكم لينك الانستجرام، انا سايبه فيه لينك، بتحجزي معايا كول 1-to-1 نقعد نتكلم وندردش ونحل كل حاجة مع بعض واحدة واحدة، ونحط ليكي برنامج كده صحي لذيذ مرتب يحسسك بنفسك ويقودك للطريق الصح عشان توصلي لقمة الجبل والنجاح. اتمنى الفيديو يكون النهاردة عجبكم ويكون مفيد بالنسبة لكم، لو فعلا حسيتوا ان هو مفيد شيروه كل اصحابكم، لان دعمكم ليا بيشجعني ان اكمل اعمل لكم فيديوهات حلوة زي دي. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.